ما حكم من يحافظ على الصلاة في شهر رمضان ويقوم 6 أيام من شوال لكنه بعد رمضان يترك الصلاة ويشرب الخمر ويزني، وعامة الناس عندنا هكذا، ما حكمهم؟ إذ نحن ننصحهم ولكنهم لا يقبلون. ألن يعمل هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعتبر كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. نعم، زدت في الحديث الأول أعيده: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، انتهى. ويقول أيضا في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم حاكيا عن بعض المؤمنين يقولون لبعض من في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ونعم، وذكر بقية الآية. ثم يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا في إخواننا في الدين.